شيء أو لعبة شيء مثل ما سميناها بالمرات السابقة، مثل ما تشوفون كثير مقاطع تشوفها على التيك توك تنشر عن نفس اللعبة أو عن أرباح اللعبة مثل ما يسمونها الناس اللي تنشر عنها. طبعا إذا كنت أنت متابع قناتي أنا ناشر سابقا كثير عنها، أو أول الناس بداية الناس اللي نشرت عن هاي اللعبة، مثل ما شايف مقاطع حققت كثير مشاهدات. الآن راح أقول لك إذا كان ربحت منها أو لا. مثل ما شايف المقاطع الآن ينشرها حقق كثير مشاهدات، راح تلاقي 75,000 و4,000 و19,000 و20,000 وأكثر، لكن كلها حولتها لخاصة، يعني حذفتها من القناة وحولتها لخاصة وما عاد حد يقدر يشاهدن، فقط أني يعني ما حذفت لكن حولت الخاصات عشان ما حد يشوف المقاطع. أول شيء اللعبة رغم كل شيء نزلته عنها مثل شرح اللعبة وهكذا، لكن بعدين اكتشفت أن اللعبة هي لعبة نصب واحتيال، وأيضا شبيهة بلعب الحظ اللي يقولون أنه حرام، فلهذا أنا وقفت النشر عن اللعبة ووقفت هذا الشيء. وطبعا شرحت مقطع جديد أنه اللعبة لا حد يستخدمها أبدا، وأنشأت ملف جديد أتكلم عن نصب اللعبة. وطبعا كل المقاطع اللي أنا منزلها مع أنه عليها يعني أكثر من 300,000 مشاهدة وما حققت منها أي ربح أبدا، هي لعبة نصب فقط لا أكثر. ورغم أني شرحت هذا الشيء بمقطع، لكن لقيت الناس ترجع تكتب الكود مرة أخرى بالتعليقات، مو مهتمة للكلام اللي أنا قلته مع أنه أني مجرب هذه اللعبة، يعني أني مجرب للعبة وما ربحت منها أي شيء. أما هذول الناس اللي يكتبون أكوادهم ماني فهمان ليش عم يكتبون الأكواد الخاصة بيهم. فالأفضل فأنصحك إذا أنت بدك تنزل الكود أنت ما راح تربح شيء، لأنه اللعبة راح تتبدل وراح تحتاج الكثير دعوات، وبالنهاية راح يروح تعبك على الفاضي، فلا تحاول باللعبة. وأيضا اللعبة بيها محاكاة للقمار، محاكاة للقمار مثل ما قلت بالمقطع السابق. وبس، وأتمنى ما تلعب هاي اللعبة، وسلامتكم.